الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. كنا قد ذكرنا سابقا أننا بدأنا في سلسلة الحروف بالإضافة إلى بعض دروس القراءة، حيث مر معنا درس العودة إلى المدرسة والإضافة إلى درس في باحة المدرسة. اليوم كذلك لدينا درس في القراءة. بداية لدينا صورة هنا، ماذا نشاهد فيها في هذه الصورة؟ يوجد معلم بالإضافة إلى تلميذ إلى جانبه وبقية التلاميذ في الصف. إذن المكان الذي يتواجدون فيه هو الصف. ماذا تتوقعون أن يكون عنوان الدرس؟ اليوم لدينا درس بعنوان أستاذي مسرور مني. لنتابع معا. لدينا مجموعة من الصور وكل صورة يقابلها جملة. الصورة الأولى تقول: أستاذي مسرور مني، يسأل دوما عني. في الصورة الثانية نلاحظ تلميذ في ظهره حقيبة. أعدو إلى مدرستي، أحمل كتبي في محفظتي. الصورة الثالثة نلاحظ أن التلاميذ جالسون في المقاعد يستمعون إلى الدرس. أسمع درسي لا أتكلم. أسأل حتى أفهم، عندما يريد التلميذ أن يفهم سؤال يسأل المعلم. وأخيرا أستاذي مسرور مني، يسأل دوما عني. نعيد القراءة مرة أخرى. أستاذي مسرور مني، يسأل دوما عني. أعدو إلى مدرستي، أحمل كتبي في محفظتي. أسمع درسي لا أتكلم. أسأل حتى أفهم، أستاذي مسرور مني، يسأل دوما عني. إذا هذا درسنا هو درس في القراءة يحمل عنوان أستاذي مسرور مني. الآن لدينا بعض المفردات. مسرور أي فرح، أستاذي مسرور مني أي فرح مني. أعدو أمشي أو أسير، أمشي أو أسير. الآن إلى تدريبات الدرس، تدريبات القراءة. السؤال الأول: أصل بين الجملة والصورة المناسبة لها. لدينا جمل وصور. الجملة الأولى: أحمل كتبي في محفظتي. أسأل حتى أفهم. أسمع درسي لا أتكلم. في والصور هذه هي الصور، علينا أن نصل الجملة بالصورة المناسبة. بداية: أحمل كتبي في محفظتي. نلاحظ أن الصورة التي تناسبها هي الصورة الأولى، حيث يظهر تلميذ يحمل كتبه في محفظته. أما الجملة الثانية: أسأل حتى أفهم، يقابلها الصورة الأخيرة كما مر معنا في الدرس. وأخيرا: أسمع درسي لا أتكلم، يقابلها الصورة الثانية. إذا من خلال هذا التمرين تبين لنا لماذا الأستاذ مسرور من هذا التلميذ، لأنه تلميذ مجد يسأل عندما يريد أن يفهم الدرس ويسمع دروسه لا يتكلم. ننتقل إلى السؤال الثاني: أرسم دائرة حول الجملة المماثلة. لدينا جمل وكلمات، علينا أن نرسم دائرة حول الكلمة التي تماثلها. أحمل كتبي في محفظتي، أستاذي مسرور مني، أسأل حتى أفهم. الكلمات هي محفظتي ومسرور وأفهم. أحمل كتبي في محفظتي، نلاحظ أن الكلمة الأخيرة تقابلها هذه الكلمة هي محفظتي، نضع حولها دائرة. أستاذي مسرور مني، نلاحظ أن هذه هي كلمة مسرور وهذه مسرور، إذا نضع دائرة حول كلمة مسرور. وأخيرا: أسأل حتى أفهم، هذه كلمة أفهم وهذه كلمة أفهم، إذا نضع حولها دائرة. ننتقل الآن إلى التدريبات اللغوية. السؤال الأول: هات مرادف الكلمات، مرادف أي معنى آخر للكلمة. الكلمة الأولى: أستاذي، مرادف أستاذي طبعا معلمي. محفظتي بمعنى حقيبتي. أعدو ذكرناها في شرح المفردات، أمشي أو أسير. السؤال:
الثاني اذكر الضاد الكلمات ضد الكلمة أي عكسها. الكلمات أعدو أتكلم ومسرور. أعدو قلنا أمشي أو أسير بسرعة، ضدها أي أقف. أتكلم أتكلم أسكت، ضدها أسكت. مسرور حزين، ضد مسرور حزين أو كئيب. السؤال الثالث ثني الكلمات الآتية. قلنا سابقا المثنى أي ما يدل على اثنين أو اثنتين. الكلمات أستاذ ومحفظة ومسرور. أستاذ المثنى منها أستاذان أو أستاذين. أستاذان أو أستاذين. محفظة كذلك محفظتان أو محفظتين. أو محفظتين. مسرور مسروران أو مسرورين. مسرورين. وأخيرا السؤال الرابع اجمع الكلمات التالية. هذه الكلمات تدل على المفرد، علينا أن نجمعها كتاب ودرس وفراغ. كتاب الجمع منها كتب، ودرس جمعها دروس، وفراغ جمعها فراغات. هذه المفردات والجمع منها. أخيرا الواجب المنزلي، عليك محله في المنزل وهو في الصفحة 31. أتدرب لغويا، أضع حرف الجر إما في أو إلى في الفراغ المناسب. الجمل هي ذهبت فراغ المدرسة، نضع حرف الجر المناسب. أحمل كتبي فراغ محفظتي، كذلك نضع حرف الجر المناسب. ونكون بذلك أنهينا درسنا لهذا اليوم. قلنا أن عليكم حل الواجب المنزلي بالإضافة إلى التدرب على قراءة الدرس. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.